فعلا توصل وروايح مقرفة جدا وروايح راهي جتة روايح راهي بالحق تقتل قلبه باش يرد كتجينا الريحة كما كتير حتى باش توقف في البيراندا ولا تعمل كاسي برا ما تنجمش ظل ديما مسكر على روحك عبارة بحبس بس صغارنا وما نحبوهاش ما تقوهاش بس صغارنا ونحن نعمل حبينا نعطلوه وتقريبا فرض علينا بالسيف بالسيف فرضت علينا السلطة بالقوة يلاحقون بالقوة وتوقفوا فيه حتى مجموعة ومحاضر يعني في عند الأمن موجودة وكل شيء أستنى صباح بك تخلق لسيادة تخلق لطالة طلوي ونظرت المرة وقع تحت الجهات كالمرية يا مواطن يا الناس اللي ساكنين لهنا ساعه هجروا اغلبيتهم هجروا ديار كانت تمشي تضيق ناس عارضه ديارها للبيع كي سمعت نهار انتحار جماعي بين راجل ومراه وزري وليد وبنيه صغيرين راني باش انتحر انا وولادي في وسط المداج لان المداجن المداجن الوقت اللي في الليل تسيب الريحه معناها العباد الساعه في الصيف بالاخص في الصيف اما تسكر ديارها واللي سكر داره ما نجمش باش تسكر دارها روحه في الصيف معناها تمرض الصغار مرضت تو هي مشكله تم اهالي قسم بصفه عامه لكن نحن كمؤسسه تربويه تحتضن المبيت قسم داخلي مرات تخرج مش ديما في مش في كل الحالات ولا المراه في سائر الايام في بعض الايامات مرات مرتين في الجمعه تخرج روائح لا تطاق النفايات اللي موجوده معناها حتى في اثناء التربيه مستحيل كان تلقاها في حاله غير عاديه وعندنا وسائل اللي هي ما تخليش كالرطوبه في وسط البطيمه بكثره باش تعمل روائح تبعد على خاطر كل ما تكثر الرطوبه كل ما تكثر روائح واثنين الحاجه الاخرى انه عندنا اشكون هو قاعد موجود بيرمونون ومختص في التربية مهندس أول بس تبي تعرف راهو بالنسبة للمداجن العباد تغزلها في كأنه قطاع من صنف واحد راهو هما صنفين ودرجة التلوث نتاعهم مختلفة نجم مختلفة ياسر اللي عندك اسكون ابل بوليتشير ولا داند ديك رومي ولا دجاج كيف كيف لكن دوشير معناها اللحم حساب التلوث نتاعو نوعيه حساب وبالنسبه للبولبوندوز اللي تعمل نتاع العظم عنده تلوث اخر علاش البولبوندوز يلوث اكثر بياسر والمشكله الكبيره نتاعها هي في الفيونت نتاعها هي النفايات خاطر النفايات نتاع البولبوندوز اغلبها سائله وسائله تعمل اون فيرمونتاسيون تخرج روائح كريهه جدا سوني با لو كان نتاع كليلي في 2009 وقت ما كملت الملف كامل من رخص بناء ورخص انتصاب اللي رخص الانتصاب هذا عن طريق لجنة وطنية ما هيش لجنة جهوية هذه من مختلف وزارات حتى واحد ما جاء واعترض وتكلم بالعكس كانت كلهم يهنوا ويباركوا وفرحانين المواطنين وفرحانين ومشروع وخلي ينشطوا وخلي يخدم وإلى غير ذلك في 2011 بالضبط بالتحديد نهار 17 جانفي احنا بصدد معنا باش ندخلوا نعملوا ربط بالكهرباء للشبكة وقتها جو تعرضوا لل نهار 17 جانفي احنا جينا قبل الثوره اول ما بدات الثوره قلنا له راهي الروايح قتلتنا ومشينا شكينا وعملنا عرايض الحاكم لم يسمعنا واحد ما يسمعنا حتى واحد وما يحكي معنا حتى واحد بقينا احنا نحتجوا عليه هو جو ستاك في الليل الاربع نتاع الصباح وجابوا القوه العامه وبسلوا بالسلاح وبما لازم تعرضوا اولاد قالوا لهم ملاك فاش تركبوا ضوء في الليل احنا ذي رانا معارضين في المداجن هذه باش يكمل الاجازه نتاعها يجروا عليهم بالكراهب من بينهم واحد كيما حب نجموا شدوه ضربوه بالكرهبة دحموه باش طيحوه وهزوه حاكم راه يهزاه كرهت حاكم اي سامح ذكرني بالتاريخ ها مش وقتاش 2012 رمضان 2012 هزوهم وقفوه ولت مساومه سيبوا هذوما
ما نسيبوهم لكم الا ما يلتزم سي طاهر على هكا صارت مساومة. اي مساومة وموجودة الالتزام في الولاية، اما ما يعطوهناش ما يعطوهناش. شكون اللي قام بالمساومة هذه؟ شكون اللي طرح الكلام هذا؟ الوالي. الوالي نفسه. الوالي في حد ذاته. الوالي اللي كان نسيت اسمه. منصوري. المنصوري. ايه. عن نهضة. مع النهضة. ما يسيبوا هذوما الموقوفين الا ما توقع مساومة تخلوا سي طاهر تعطوه كذا وكذا وكترات. تبعا لهذه التشكيات والحاجات هذه كثفنا المراقب. كثفنا عليهم المراقب. ومشينا عينا قديش كيف نكثفوا المراقبه معناها اذا كان بار اكزومبل نقولوا مرتين ثلاثه في العام تولي مره في الشهر فهمت معناها نكثفوا المراقبه ونتبعوا عملت دو مانيير باش يمشيو خبراء مختلفين من الجهه من جهه من المركز من بلايص وكلهم عاين ويرجعوا بنفس الواحد راهو من ناحيه استوفى الاجراءات الاداريه نتاعو ترتيبيه وراهو ملتزم بكل ما جاء بكل الشروط ومستلزمات قانونية في المجال هذا. لقينا الراجل كونفورمي مون القانون، اش تحب نعمل؟ ما كفاش وهذا كله جاء الارض هذه الكل وحب يسيجها، ما نعرفش علاش يسيج بها. حسب كراس الشروط يلزم المنشآت هذه نتاع التربية نتاع الدواجن يلزم تكون كلها مسيجة. لازم كل لازم يكون وقايه كامله من الحيوانات وبصفه خاصه نحن هنا بحذا جبل وعندنا الحلوف حشاك وعندنا الحيوانات الاخرى وعندنا الكلاب حشاك اللي معناها السايبه وعندنا الحيوانات اللي هو ممنوع باش تدخل للمداجن معناها بجنب المداجن وبالقانون وحسب كراس الشروط يلزم الحال لكل المداجن والبطيمات يلزم كلها تكون مسيجه. قام بقطع الطريق أمامهم بحكم أنه تولى تسييج هذه العقارات وقام بحرمانهم من الرعي. الأرض هذه كانت مرعى يستعملوها هما كمرعى والأرض هذه كانت أرض مهجورة وهما يستغلوها في المرعى في أوقات مش حتى ديما كي يبدأ حشيش معناها فيها حشيش ولا طق معناها اكثر لا اكثر ولا اقل ما كان حتى واحد يدخلها وانا وقت ما تقدمت باش نكريها ما جاب فيه حد والوحيد اللي موجود فيه بالعكس حتى وقت ما انا في بديت في الاشغال في التوسعه هما بالقطيع نتاعهم على تربيه الاغنام نتاعهم موجودين ويقعدوا لهنا ويخدموا هما اصلا هما يخدموا حتى في الحظيره هذه معناها في الاشغال نتاع التشييد نتاع في البناء هما يخدموا لنا. اي فهمتك. اما وقتاش؟ بعد الثوره. بعد الثوره جات فكره انه نحن حاجتنا بالارض. هي مش السبب الرئيسي ماهوش سبب روائح ولا من بين ما انا كازدين جيزاني الارض هذه مكان ترهم تاع الطويله والدليل عندك هون الكونترا صوراها هاني عندكم نحن كيفاش نعرف كيفاش نكنتروها نحن نتلموا ثلاثه اربعه فلاحه ونكنتروها مع بعضنا تبقينا الطويله تستعرف بواحد بركه يكون الكونترا باسمه اللي هو باسمي انا انا وسي هشام ومجموعه اللي وناجي ومجموعه اللي مع الشبيل هنا وهذه كاريها ما نعرفش يكري فيها بالقنطار تقريبا بحكايه الارض هذه جمله تقريبا بحكايه 20 شكاره قمح و20 كيلو قمح كما هكا في الكونترا وعندكم الكونترا عندنا نحن ما في العام سيبونا نحن سيبونا زاد شنو زاد 2015 سيبونا في القمح يا اخي نحن في 1950 صيغه قانونيه كل ما هو كراء ذات معناه نشاط فلاحي وارض فلاحيه يقع كراء وهي تمشي بالقنطار وحسب الانتاج ويقدرها ما قدرهاش انا انا خطيني انا ما نقدر شيء ما نعرفهاش انا هما يقدروا هما وزاره املاك الدوله وهما اللي يقدروا معين الكراء مانيش انا داخل فيه وانا مانيش انا المقابل الكراء مانيش نعطي فيه قمح انا هما يقولوا لي راهو ما يعادله كذا ندفع فلوس 15 بمعين كراء 33 هكتار 583 دينار وقعوا في كل مره يوقع يتوسع في كل مره يتوسع في كل مره يتوسع الفقراء والمحرومين والكادحين في تلك المنطقه كانوا يعتقدون انهم
يستغلون هذه الأرض وهي مرعى عمومي، تفاجأوا بأن مربي الدجاج هذا بهذا العقد الذي أمضى فيه رضا قريرة، والذي مكن فيه مربي الدجاج من عشرات الهكتارات مقابل ثمن رمزي وزهيد. أنا جيت تو في الفترة الأخيرة وجيت لجنة وطنية ولجنة فنية، لجنة فنية ولجنة وطنية. اللجنة الفنية هذه متكونة من الوزارات الكل الفنية الكل، من بيئة وتجهيز وصحة ومختلف وفلاحة ومختلف وجو، عملوا لجنة فنية وفي نفس الوقت لجنة جهوية وباش يشوفوا إمكانية المشروع هذا يا أما يتواصل ولا ما يتواصلش. أم شو لهنا وعملوا معاينات وما يقونيش وما يقولش المشروع هذا ما عنده حتى تجاوز ويكون مطابق كرس شروط وما ثماش الاتهامات هذه كلها. هذه صارت في 2014. هو من المشاريع اللي تخضع لرأي الوكالة من خلال كرس شروط. قبل كان قبل الأمر هذا كان يخضع لدراسة مؤثرات على المحيط، وقتها تعمل في نطاق تسهيل إجراءات لبعث المشاريع. كانت قبل دراسة مؤثرات المحيط هي on evalue l'étude d'impact، نعمل تقييم لدراسة مؤثرات المحيط ثم نعطيه رأينا، نقوله هو رأينا الاعتراض أو عدم الاعتراض، تبدي عدم اعتراضها اليوم بكرس شروط ولا باب آخر. إمكانيات الوكالة في المراقبة معناها عندها إمكانيات مش متوفرة ياسر ياسر، لكن عندنا إمكانيات ونراقب. من 2009-2015 معناها نجموا نعاينا 2-3 فوا باران معناها مينيموم، دونك نعاين بصفة دورية. في التلوث الهوائي ما فماش قانون يهم الحاجة هذه، توا في التلوث الهوائي عندنا القوانين اللي تحكم 2007 يهموا مجالات معينة في التلوث الهوائي، معامل الاسمنت، معامل هذا وفما لي نورم، دروجي اتموسفيريك اس او 2 ان ويكس، هذا. بالنسبة للنوعية هذه ما عندناش، تونس ما عندهاش قوانين تضبط، خاطر مش تضبط برك تضبط يزمك بعدك عندك المعدات القيس، ما فماش قانون يقولوا هذا انا والحد نتاع مخالف ولي سي او في وحتى تقني وتعرف من اصعب الحاجات باش تعالجها هي اللي ميركابتون هذوم، على خاطر هما انفيم ساعه كميات انفيم يتشم ياسر ريحه، لكن انفيم دون بوين دو في كونتيتاتيف سي انفيم، كاليتاتيفمون تشمهم لكن انفيم دون بوين دو في كونتيتاتيف، باش تعالجهم سي تري ديفيسيل باش نحيهم. دونك حتى باش تعالجهم هيك علاش التكنولوجيا القانون يتبع، راهو ما متعملش قانون ما تنجمش تطبقه معناها. كونتوني من لي سيركونستانس هذوما حاجتين اون باراليل يمشيو. تو دابور يلزم تحديد معناها مواقع المنشآت هذه ومختلف المنشآت، راهو مشكلة المداجن برك، مختلف المنشآت بارابور العمران. وفي نفس الوقت زاد مش نعمل منشأة اقتصادية ونخلي العمران يزحف عليها وغدوة يلزم نحيها، في نفس الوقت يلزم نعملوا مجهودات كبيرة على مستوى التهيئة العمرانية، على مستوى التهيئة الترابية باش نحلوا الإشكاليات هذه، خاطر لن نجموا نوقفوا التنمية وما يساعدناش، وبارتيكوليرمون في واقع نتاع اليوم تونس اللي بالعكس ماذا بينا التنمية أكثر ما يمكن، وفي نفس الوقت ما نجموش نخاطروا بمعناها بإطار عيش المواطنين ولا صحتهم ولا راحتهم. هذوما دو كومبوزونت انديسبونسابل ما يتحلوا كان ببرنامج تهيئة، ببرنامج اميناجمون سما تهيئة عمرانية وتهيئة ترابية للبلاد باش دو مانيير نحافظوا على الصوص.